بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لمركز كانو، شكرا للشاعر الكبير علي عبد الله خليفه، شكرا للاستاذه بسمه البلاء، شكرا للاستاذ عاصم عبد الحي، شكرا لجميع القائمين على هذا المنتدى العملاق خوفا من الخطأ والنسيان. ثم اما بعد، مساء النور والهنا على الموجودين هنا، مساء الخير والسعاده على السكر الزياده واللي بيشربها ساده حبيبنا ومننا. عندما اردت ان اتحدث شعرا عن صاحب هذا العرس، وجدت هذا البيت الجميل للعقاد يعدل من نفسه بعض الشيء ويتجلى أمام ناظري هكذا: لعينيك يا شيخ القصيد مهابة، لعينيك يا شيخ القصيد مهابة يفر منها ضعيف القول ويهزم. وعندما أرادت كلماتي أن تعبر عن تقصيرها في وصف صاحب العرس الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي، انطلاقا من قول الشاعر بعد تعديله: ماذا أقول وماذا جملتي تصف، بعض الصفات خيانات لمن تصف، توسلت كلمات اعتذارا فقالت: أبي على القول أن يحتويه، عصي على الوصف والاحتواء، نخيل على الزهو يزهو اعتزازا بما سطرته حروف الإباء، فشبر القصيدة أغلى وأغلى هو العرض، إن تسأل الشعراء فإما رموه بعشق القصيدة، فإما رموه بعشق القوافي، وعابوا على الصد بعض البكاء، فبعض الرجولة دمع عصي يخور المآقي والكبرياء. وهل كان الهاشمي إلا قلبا يعلو عن القصيدة ويحمل عنها عبء البكاء والحزن لتفرح هي ولنفرح نحن به وبها؟ ولقد وجدتني وأنا أقدم هذه القامة السامقة أنأى بقولي عن سكة المجاز وأقدم أوراق اعتمادي إلى الحقيقة، فقالت لي: إنه الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي، الشاعر الكبير، الأديب والناقد، الذي تفيأ ظلال القصائد عشقا هام فيها وهامت فيه، فصار في دلوبها حتى كأنك لا تدري إن كان يحمل في جعبته عشقا أم يحمل شعرا، إذ يصير الشعر عشقا حين يغدو القلب نصا. إنه الشاعر ناقدا والناقد شاعرا، إنه المسكون بحب القصيد المتيم بلحظ المعاني، الشغوف بما لم تقله القصيدة بعد، المولع باكتشاف المدلل تحت عباءة الكلمة، الساكن في قلب الحرف، المتحرك في رحاب الإبداع، الموقن أن ما بين الضفتين من زرقة وسحر إنما هو ثمرة للحظات من الحب الجميل. الحب الجميل جمعت إنما هو ثمرة للحظات من الحب الجميل جمعت قلبيهما العاشقين، إنه من أصغى للنخلة وهي تهمس، إنه من أصغى للنخلة وهي تهمس لحبيبها البحر، فغنى مثل ما تغني وأنشد مثل ما تنشد، فهابت بألحانه المفردات. إنه هدية العام 1948 للشعر وللكلمة وللإبداع. إنه الشاعر والأديب الذي أثر الحياة الثقافية والأدبية والأكاديمية من مواقع شتى، أستاذا للنقد الحديث بجامعة البحرين، عميدا لكلية الآداب،
نائبا لرئيس جامعة البحرين للتخطيط وخدمة المجتمع، مشاركا في تأسيس مجلة ثقافات ورئيسا لتحريرها، أمينا عاما لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، مديرا لمركز النشر العلمي بجامعة البحرين، ثم حاليا عميدا لكلية الآداب في الجامعة نفسها، بالإضافة إلى توليه عددا من المناصب والمهام الثقافية الكبرى، والتي منها رئيس مجلس إدارة رئيس أسرة الأدباء والكتاب ونائب رئيس الأسرة، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية تناولته الأقلام النقدية والنقدية العربية في مشروعاتها النقدية الكبيرة من الماء إلى الماء. إنه من قدم للثقافة والمثقف العربي مسيرة مرصعة بالجمال إبداعا ونقدا، والتي منها أولا في مجال الشعر، من أين يجيء الحزن، بيروت عام 1972، العصافير وظل الشجرة، بيروت عام 1978، محطات للتعب، القاهرة عام 1988. ثانيا في مجال النقد، ما قالته النخلة للبحر، بغداد عام 1981، قراءة نقدية في قصيدة حياة تقاسيم ضاحي بن الوليد الجديدة، شعراء البحرين المعاصرون البحرين في عام 1988، السكون المتحرك في 3 أجزاء، الإمارات عام 1992، ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي المعاصر، الرياض 1998، التفكير الحضاري في البحرين في ضوء إشكالية العلاقة بين الواقع والمثال، بيروت 2006، ضفتان لنهر واحد، البحرين 2006، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، بيروت 2006. هذا ولم يزل في جعبة شاعرنا وناقدنا وأستاذنا الكبير، الكثير والكثير تحمله إلينا نسائم الإبداع في القادم من الأيام بإذن الله تعالى، ومن منا يجرؤ أن يختزل الهاشمي في عجالة عاجلة. الآن مع نبذة عن أساتذتي في هذا العصر، وإنني لأتعجب كيف تجرأت الجغرافيا أن تجمع ما بين أبراج إيفل ومنخفض القطارة في بقعة واحدة. إنه لمن دواعي الجمال والبهجة أن تلتقي بدعوة كريمة من مركز كانو الثقافي ورئيسه الشعر العربي الكبير الأستاذ علي عبد الله خليفة، كوكبة من أعلام النقد الحديث في العالم العربي، احتفاء وقراءة واستلهاما لجمال تجربتي وصاحبها. الأستاذ الدكتور عبد الحميد المحدين، دكتوراه في النقد الأدبي من جامعة القاهرة عام 2001. مرت مسيرته العلمية بالعديد من موانئ العطاء العلمي والثقافي المتفرد، منها عميد شؤون الطلبة في الفترة من 2002 وحتى 2004، الإشراف على الباب الثقافي في مجلة المسيرة 1979، عمل في مجلة صدى الأسبوع عام 1982، ومجلة بانوراما من 84 وحتى 92، وكان عضوا في هيئة تحرير مجلة البحرين الثقافية 94-2001، ومديرا لتحرير مجلة الثقافات البحرينية، كما تولى مسؤولية الجانب الإعلامي في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حتى انتقاله للعمل مجددا في مركز النشر العلمي بجامعة البحرين. له العديد من المؤلفات، منها في مجال الأدب رؤية في الظل، قصص البحرين 1983، نوافذ وزارة الإعلام، المنامة 1985، التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف، نقد المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1999، جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية، والعديد من المؤلفات. شارك في العديد من المؤتمرات دوليا وإقليميا، وحصل على عدد من الجوائز المرموقة محليا وإقليميا. الأستاذ الدكتور عبد الكريم حسن، الباحث والأكاديمي المبدع، أستاذ النقد الحديث في جامعة البحرين وجامعة شيرين،
من مواليد سوريا الحبيبة عام 1946، دكتوراه من جامعة السوربون عام 1980، ماجستير لساميات جامعة السوربون 1978، ماجستير جامعة السوربون 1974، ليسانس الآداب جامعة دمشق 69. كتب ونشر العديد من البحوث والدراسات النقدية في المجالات العلمية المحكمة دوليا وإقليميا. أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية في العالم العربي وفي أوروبا. قدم للمكتبة العربية العديد من المؤلفات في مجال النقد الحديث، من بينها قضية الأرض في شعر محمود درويش، دمشق 1975، الموضوعية البنيوية، دراسة في شعر السياد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1983، المنهج الموضوعي نظري بين قوسين نظرية وتطبيق، وقد تم طباعته 3 مرات في 3 دور مختلفة. لغة الشعر في ظهر الكيمياء بين تحولات المعنى ومعنى التحولات، بالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1992. مورفولوجيا القصة، دار شراع دمشق 96، وهو ترجمة عن الفرنسية بالاشتراك مع الدكتورة سميرة بن عمو. البنية السطحية، من البنية السطحية إلى البنية العميقة، الحرب والسلام وشعرنا الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1997. وأخيرا قصيدة النثر وإنتاج الدلالة، أنس الحاج المذجن، دار الساقي، بيروت لبنان 2008. الأستاذ الدكتور عبد القادر فيدوح، الناقد والباحث الأكاديمي الملهم الملهم في الآن نفسه، صاحب التأويل ومعالج المعنى، من مواليد منطقة وهران بالجزائر 1948، أستاذ النقد ونظرية الأدب في جامعة وهران قبل أن ينتقل إلى جامعة البحرين ومنها إلى جامعة قطر. مسيرة من العطاء النقدي المتفرد، مستهلة بدراسة عن الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، كان عضوا في اتحاد الكتاب الجزائريين وفي الجمعية الثقافية لمدينة وهران تحديدا في فترة الثمانينات، وفي جمعيات ثقافية أخرى كثيرة منها المنطقة الثقافية الأهلية بمملكة البحرين. كرم في العديد من المناسبات من كتبه دلائلية النص الأدبي الذي صنفته إحدى الدراسات الأكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه بأنه من الكتب الأولى في الدراسات العربية التي تناولت المنهج السيميائي بالتطبيق على نصوص شعرية. يعد من الأصوات المبادرة في المشهد الثقافي، تخرج على يديه العشرات من الباحثين في مجال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، أسهم بمقالات نقدية وثقافية في العديد من الصحف والدوريات والمجلات المحكمة، وعمل عميلا لكلية الآداب في جامعة وهران، أسهم في صياغة العديد من المشاريع الثقافية والندوات والمؤتمرات ونشر الكتب والدوريات المتخصصة. يعمل رئيس تحرير مجلة سمات الدولية بالاشتراك مع جامعة البحرين، عضو التحرير في العديد من المجلات المحكمة، له العديد من المؤلفات، منها على سبيل المثال لا الحصر، المسير مفكرا لا يأفل نجمه بالاشتراك، سلسلة أطياف وزارة الثقافة مملكة البحرين 2012، معالج المعنى في الشعر العربي الحديث، دار صفحات سوريا 2012، أركون فكر الأنسنة بالاشتراك، سلسلة أطياف تاء الشباب وزارة الثقافة مملكة البحرين، قضايا المنهج في الدراسات اللغوية والأدبية النظرية والتطبيق بالاشتراك الرياض 2010، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي طبعة ثالثة دار صفاء الأردن 2010، إراءة التأويل ومدارج معنى الشعر دار صفحات سوريا 2009، اللغة العربية والعولمة وجها لوجه إندونيسيا 2008، الفكر الخلدوني وملامع الحداثة بين الحكمة بيت الحكمة تونس 2006، نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية دار الأوائل سوريا، شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والدولية وحاز على العديد من الجوائز. هذا في عجلة عاجلة، والآن لنبدأ بالأستاذ الدكتور عبد الحميد المحدين ليقدم لنا ورقة حب في شعر الهاشمي وفي الهاشمي نفسه، فليتفضل مشكورا. الإخوة الأعزاء،
الوهلة الأولى لا بد أن يشعر مثلي بحميمية المشهد، وهي أننا أمام قطاع كبير من جامعة البحرين ومن أصدقائه، وهذا يجعل الإنسان يتكلم بألفة ودون ما تحرج ودون ما شعور بالشرود الفكري. حين قيل لي إنك ستحدث عن الأخ الدكتور علوي الهاشمي ودوره الأدبي والعلمي والفني ودوره بشكل عام، شعرت بحرج كبير جدا، فماذا تراني أقول عن رجل عاصرته وصادقته وبقينا أصدقاء منذ 40 عاما إلى يومنا هذا؟ هذا لا يعني أننا طاعنون في السن إلى هذا الحد، إنما الصحبة هكذا كانت واستمرت. والحرج الثاني، ماذا أقول عن الدكتور علوي؟ ومن أين أبدأ؟ ومن أين أنتهي؟ وكنت كمن يقال له هذه حديقة ضعها في مزهرية، لا أقول غابة، بل أتواضع قليلا وأقول المطلوب حديقة أضعها في مزهرية، وهذا مطلب صعب وعسير، وإنني لا أستطيع وأعترف بأنني لا أستطيع أن أتكلم عن تجربة أخي دكتور علوي، فهي تجربة وصفتها بأنها قارة ذات مناخات عديدة، فمن أين لي هذا النفس الطويل لأغطي هذه القارة وأغطي هذا المشتل والمنظر الرائع والجميل؟ وقررت بيني وبين نفسي أن أبدأ من الآخر. الأخ الدكتور علوي أضمومة زهور، وقررت أن أنثرها على المشهد حولها، فأبدأ بالحديث عن هذه الزهور، ولا أجد حرجا في أن تكون مضمومة في مزهرية. أردت أن أنثر المزهرية على ما حولها، وكيف لي أن أفعل ذلك؟ فكان أن اخترت أن أتحدث عن الدكتور علوي كما عرفت، كما عاصرته، كما صادقته، كما سافرت معه، كما التقينا وكما افترقنا وكما اتفقنا وكما اختلفنا، ولكن فوق ذلك كله يبقى الدكتور علوي نعم الأخ ونعم الرفيق ونعم الصديق، والناس الآخرون المطلعون على تجربتي لن أضيف لهم شيئا. لو قلت لهم إن تجربة الدكتور علوي كذا وكذا وكيت وكيت، فهم يعرفونه وقرأوه وسايروه وسمعوه، ولذا فإنني أتحدث عن الدكتور علوي كما وجدته في ذاكرتي. قد يكون ذلك بعيدا إلى حد ما عن عنوان الندوة، لكنه في ذات الوقت هو قريب من عنوان الندوة.
السيرة الشخصية هي جزء من ما يقدمه الأديب والمثقف إلى زمانه وقومه وأصحابه مهما طار بهم الزمن. للوهلة الأولى أقول دكتور علوي لم يعتشف مهرة الإبداع اعتشافا، وهي استعارة تشبه هي شيء ما شعر الدكتور علوي. الكثيرون يعتشفون المهرة للشباق ويجبرونها ولا يعطونها فترة لتنمو وتتوافق مع ما هي فيه. الدكتور علوي عكس ذلك، لا يعتشف الإبداع عنده اعتشافا، بل إن الإبداع عنده يجيء متشاوقا مع تجربته ومع رؤاه ومع الإبداعات كما تتشكل داخله وتتولد خارجه فيما بعد، بل تركها تنمو في سياق طبيعي. مهرة الإبداع تاركا لمواهبه أن تذهب إلى الحواف التي يجدها ضرورية لمسيرته. لا يتشبث بالشعر مثلا ويتخذه الموهبة الوحيدة، ومن هنا كان علوي يذهب بعيدا أحيانا عن الشعر حيث تشاءم استعداداته الفردية، فتجاوزه الشعر إلى حقول أخرى من المعرفة والإبداع دليل على ما أقول. بل لقد وجد نفسه قابلا لأن يتوقف عن الشعر إما مؤقتا أو نهائيا لانشغاله بهموم غير الشعر. ولما توقف عن الشعر أو كاد لم يتوقف عن الإبداع بحثا ونقدا وتحليلا، ولعل الكثيرين انتفعوا بما ذهب إليه الدكتور علوي من موضوعات حول الشعر ودراسة وتحليلا ونقدا، انتفاعا لا يقل عن انتفاع بشعره على أهمية ذلك. كان علوي يجد وقتا للخط العربي، وكان علوي يجد وقتا للرسم، وكان يجد وقتا للبحث الأكاديمي وللاهتمامات الاقتصادية وللعمل الإداري، وقد ولي عمادة الآداب أكثر من مرة، وولي منصب نيابة رئيس الجامعة، وقد أدار النشر العلمي في جامعة البحرين، وهو فاعل ثقافي جميل ورائع، كما كان رئيس تحرير ثقافات في أعدادها العشرين الأولى، وكان يمنح كل حقل ما يستحقه من عناية، فكان مضحيا أحيانا بالحقل الشعري الذي عرف به مدة طويلة. لست أزعم أنني في هذه الدقائق أستطيع أن أحيط بكل دور الأخ علوي الهاشمي وأن وقف أمام المحطات الكثيرة التي وقف فيها وحولها ومنها واجتازها بكل اقتدار وحنكة. لا أبدأ من فضاءات سمعت بها ولم أعشها، فمنذ 1960 بدأت أقرأ ما يكتبه الإخوة من أبناء البحرين الأدباء في حقول الإبداع شعره ونثره، وقد بدأت بقراءة لمجموعة هم
ممن تجلت إبداعاتهم في مساحات زمنية تتوسطها الحرب العالمية الثانية. ولأن الفترة من 1960 هي فترة الإرهاصات بالنسبة للجيل الجديد وفترة النضج للنفر الذين كانوا من الجيل السابق، قرأت إبراهيم العراقيل وغازي القصيبي وأحمد محمد الخليفة والشاعر الوائلي وغيرهم كثيرون، ولكن صدور صحيفة الأضواء 1965 كانت نقطة التحول في الحركة الأدبية في جزائر اللؤلؤ، وعلى صفحاتها بدأت الكتابات التي توحي بأن جيلاً واعداً هو قادم ليكون الرهان الأهم في قادم الأيام. ولقد نظرت يومها منذ 1965 لأرى ما يراه المتفائلون من إبداعات أدبية وثقافية، ومعظمها كان على صفحات مجلة البحرين، وهي مطبوعة تحمل برامج الإعلام الثقافي وتحفل بالإبداعات الهامة آنذاك. ولا أدري لماذا جعلت 1965 بداية ومهادا للإبداعات الثقافية، ولأن توثيق ذلك ممكن، فقد اتخذت من هنا البحرين وعاء أبحث فيه عن هذه الإبداعات، وإن كان هناك أوعية أخرى للإبداعات كالأضواء وأخبار الخليج وصدى الأسبوع وغيرها. وفي فترة ليست بعيدة اخترت المسافة بين 1965 و1975 لاستعراض الإبداعات الجديدة التي ظهرت في تلك الفترة وفي تلك الصحيفة العتيدة، وكان ذلك بشكل زمني محدد له أول وله آخر. وقد أسميته الحركة الأدبية في البحرين سنوات المهاد الأول 1964-1975، وهي كلها مأخوذة من أرشيف مجلة من البحرين، وأصدرت في كتابي أعانني على نشره وزارة الإعلام، ومن هنا كانت البداية. ولأننا بصدد الحديث عن الأخ الصديق علو الهاشمي، فإني سأختجئ ما ورد في هذا المهاد للحديث عن تجربته، ثم تجاوز هذا الزمن إلى زمن ممتد، ولا أبالغ إذا قلت عشرات السنين أو أقل من ذلك أحيانا. في ذلك التاريخ أذكر شعراء شبابا أكاد أقول ولدوا معا أو متقاربين، ولكنهم كانوا أعلام هذه الحديقة الأدبية التي توجت بأسرة الأدباء والكتاب عام 1969. أذكر منهم الذين كنت أحسبهم جيلا واحد، وقد تبعهم آخرون وسبقهم آخرون، لكنني كنت مهتما بعلي عبد الله خليفة وقاسم حداد وعلو الهاشمي. كنت أرقبهم كأنهم جماعة، كأن نقول مدرسة الديوان أو جماعة أقول أو غير ذلك من التجمعات الشعرية المتعارف عليها، وهذا مجرد مثال ولا أقصد منه أي حكم أدبي أو فني. قاسم حداد كان أحد تلامذتي في مدرسة الهداية، وكنت ألتقيه في الأسبوع بضع ساعات، ولا أخفي اهتمامي به وأتناقش معه، وقد نوه هو بذلك في كتابه ورشة الأمل. وفي ذات المدرسة كنت ألتقي بعلي عبد الله خليفة، وحين نشر قصيدة أمين الصواري كانت نداء يقول هنا شاعر، ومع أنني لم ألتقي في التدريس إلا أنني التقيت كثيرا في ساحات المدرسة. وأما الثالث من هذه المجموعة المميزة فقد كان علو الهاشمي،
ولأن علوي من المنامة وأنا خبرتي التدريسية محرقية، فقلما كنت أسمع به، وربما لم أكن ألتقيه في تلك الفترة إلا بعد تأسيس أسرة الأدباء والكتاب، وكان يلقي أشعاره في أمسياتها وكنت أرقبه، ولم أكن أتعرف إليه شخصيا، وإلى الآن أذكر صرخته الشعرية في قصيدة في أسرة الأدباء وهو يقول التعبير الشعبي موظفا إياه في قصيدة ألقاها وقال بحماس: زيد وارحم عبيده. وبسرعة تعرفت إلى علوي، وكان يلتقي مع بعض الأصدقاء من الأدباء في شارع الشيخ عبد الله في آخر مخزن فيه، ولأني كنت أعرف كثيرين ممن يلتقيهم فقد تعرفت إليه، والتقينا وتعارفنا عام 1964 أو حواليها. وقد كنت انتسبت إلى جامعة بيروت العربية، وكان من المنتسبين إليها كثيرون من أهل البحرين. وأما علوي فقد كان يدرس في ذات الفترة من 1968 إلى 1972 في نفس الجامعة، ولكن منتظما وليس منتسبا مثلنا لا نعرف إلا أسماء الكليات. ويعاود العمل التجاري إلى أن كانت 1974 حيث التحق بجامعة القاهرة للدراسات العليا ويتخرج منها بالماجستير، ويعاود العمل في جامعة البحرين، ثم يلتحق بالجامعة التونسية للحصول على دكتوراه دولة، وهكذا كان. أبرز ما فعله علوي في الجامعة التونسية هي الأطروحة المطولة التي أسماها السكون المتحرك، وضمن هذه الدراسة المعمقة رؤاه النقدية والتحليلية حول الشعر، ونظر فيها إلى الإيقاع الشعري متجاوزا ما كان معروفا في هذا الحقل من بحور الشعر، وتعمق في الإيقاع ووضع فيه النظريات والتطبيقات، وتناول على طريقه الشعر البحريني الحديث، وكتب فيه كتابات مميزة. في هذه الرحلة كتب علوي أشعار كثيرة، وقد سار فيها خطوات تجديدية. كان علوي يميل إلى عمود الشعر العربي، ثم أخذ يتحول تدريجيا، وكانت أشعاره تتضمن التحولات التي بدت واضحة في ديوان من أين يجيء الحزن، بعد المرحلة الأولى التي هي مرحلة الغربة، وبدأت ملامح دوره في الحركة الشعرية في البحر. وبردت العلاقة بين الشعر الرومانسي والشعر الوطني وروم الإنسان، فأخذ علوي يجري في هذه المجموعة، وتصدر له بعد ذلك العصافير وظل الشجرة، وتكرس الوطن غرضا شعريا لافتا. ولعل علوي أحس بشيء ما فأسمى مجموعته التالية محطات للتعب، مما تعب وكيف تعب، هذه أمور كنا نعرفها في علوي ونحن أصدقاؤه. ويعترف علوي أنه في نهاية الثمانينات بدأت تجربته في شيء من التعب، وصارت قصائده قصارا، وبدت للمرة الأولى وبشكل واضح القصيدة النثرية لديه. والتفت علوي مع الأجواء الأكاديمية في جامعة البحرين إلى الشعر البحريني، وأخذ فيه تعميقا ودراسة وتوثيقا وتحليلا، ولم يقطع علوي عن التواصل مع الحركة الأدبية في البحرين وخارج البحرين، ولقد تجلى ذلك التواصل في فعاليات
وإنجازات ليست قليلة، وأبرز هذه الإنجازات انفتاحه على الحركة الشعرية العربية. وكان دائما حضور والملتقيات الشعرية المختلفة الأهداف والمواقع والفرشاد، وهذا الانفتاح فتح تجربة علوي بعد بعد فتح تجربة علوي ببعدها الإقليمي والقومي، وأخذت تتجلى في تجربة هذه الأمشاج الهامة من الهموم العربية والاصطفافات التي كانت موضوع اهتمام العرب، وقد كان علوي حاضرا حضورا إيجابيا في المشهد الشعري العربي. إن تواجد علوي في أسرة الدباوة الكتاب عضوا نشطا، ومن ثم مسؤولا أكثر نشاطا، حيث ولي رئاسة الأسرة أكثر من مرة، وكان بذلك في عين الشعر البحريني والعربي آنذاك. وهذا بسط تجربته على الشعراء الذين عاصروه، ولا أقول بسط شعرهم على أشعاره، فقد كان متقدما في أكثر من حقل من حقول الشعر، وكان مفيدا وباعثا ومحركا للحركة الشعرية. الاتجاه إلى الإبداع في الحقل الصحفي، ومن هنا قاد علوي الحركة الأدبية في البحرين من خلال عمله في عدد من الصحف البحرينية وتأسيس منابر فيها يتيح للمبتدئين وللشباب مكانا يرهنون فيه على إمكاناتهم، أو يراهنون فيه على إمكاناتهم وعلى مبادئهم التي كانوا يجيدونها. ولقد عاصرت علوي في كثير من منابر الحركة الأدبية، بل إنني أعترف بأنني كنت أحاول الاختلاف معه في بعض الأشياء كي ألفت نظره إلي، وقد التفت إلي في كثير من المناسبات، وكان شديد التهذيب في الخلاف كما هو شديد التهذيب. لقد اتخذ من أخبار الخليج من برن يكتب فيه آراءه وأشعاره، ويناقش فيه الأجيال الطالعة الطامحة إلى أن يكون لها أسماء في الشعر. ولا أنسى أنه جعل من بيته في أول منطقة البديع مكانا نلتقي فيه معه، ونقيم ونكتب ونناقش أثناء مؤتمر النقد العربي الذي عقد في جامعة البحرين عام 1993. وكان علوي يقود مجموعة من الهواة لتغطية فعاليات هذا المؤتمر، وهذا بعض آثاره على الحركة الأدبية في البحرين والخليج وبلاد العرب. وأذكر أنني كنت واحدا من فريقه بجهاد الغرب، وكذلك المؤتمر العام الذي كان من الذين غطوه الصديق المرحوم محمد البيجي عليه رحمة الله. كان علوي يشارك بنشاط في المؤتمرات الأدبية العربية من عمق في عمق تجربتي، وبعدها التوبادة الثقافي والنقدي والفني، وكان يضع بين يدي قرائه ومعجبيه ما يلم به من هذه التجارب الفنية. وكان أي متتبع يدرك أن علوي حمل الهم الأدبي العربي إلى البحرين، وقايضه بالهم الأدبي البحريني، مما جعل التجربة البحرينية مكانا مرموقا في عقول الإبداع العربي. حين افتتحت الدراسات العليا في جامعة البحرين ولعلوي فيها جهد معروف ومشكور، تبنى في هذه الحقول من الدراسات العليا أبعادا جديدة، وهو حقل الإيقاع. وكان الإيقاع بمفهوم التقليدي هو الوزن والقافية في القصيدة العمودية العربية.
وهنا أعترف أنني حينها كنت أدرس الماجستير في جامعة البحرين في التسعينات، وكنت شغوفا بأن أسمع الدكتور علوي يحاضر في حقل اللقاء، ولقد فتح أمامنا أبوابا لم تكن أو لم نكن نعلم بها، وكنا نلم من نفسه ومن جهده بالكثير في هذا الدرس. أزعم أن الدكتور علوي يجيب الحديث في الإيقاع الشعري ويطبق ما سبق أن نقشه في رسالته الدكتوراه في معرض الإيقاع الشعري ومنحه اهتماما معمقا، وكنت أدرس معه فن الإيقاع وبعده، ولقد قادني شغفي ذلك إلى أن أجيد الانتفاع من درسي الأخ علوي. لقد أضاء علوي تجارب الكثيرين ووضع في ذلك كتبا برأسها، ولا سيما في الشعر العربي السعودي. لا أريد أن أطيل عليكم حتى ولا أبدو مملا إن لم أكن فعلت ذلك عمليا. أنا أعرف أنني فعلت، ولو أنني استرسلت في الدكتور علوي لا أمللتكم أياما بعد. هي لمحات من حياة علوي التي عرفتها عن كثب، ولا أقول كم منه موضوع ممل. بدأت المنصة يعني تقمع المتحدث. هي لمحات من حياة علوي التي عرفتها عن كثب، ولا أقول بكم سنة قضيت وأنا قريب منه وهو الصديق الصدوق، ولا أقول أنني قضيت 40 سنة بالضبط في رحلة نحن فيها أصدقاء، وتوافقنا في عقول كثيرة في جامعة البحرين وفي التعليم العالي وفي النشر العلمي، وما نزال مع علوي. وفوق كل هذه الإبداعات إنه رجل السمع والمعشر، يتفق معك أو يختلف، ففي الحالين هو الصديق الصدوق. لقد صحبته في بعض الملتقيات الأدبية العربية في القاهرة وفي الكويت وفي البحرين، وكان صحبة دافئة في كل الأحوال. وأذكر أنني كتبت عنه في آخر كتاب من كتابي الموسوم من الكرك إلى المحرر، كتبت هذه لمحات من رحلتي مع مواقف مختلفة ومع أصدقاء أعتز بصحبتهم وأجد نفسي معهم، ومنهم أخي الصديق المحب النزيه الدكتور علوي الهاشمي. فعليك السلام. شكرا. يسمو لي لأستاذنا الدكتور عبد الحميد المحاتيل مشروع نقدي كبير تفتق لرحم الإبداع. الأستاذ الدكتور صلاح فضل متحدثا عن تجربة الهاشمية في واحدة من مقالاته، لديه استعداد فطري في الدفاع عن القصيدة قلما يتوافر في شاعر غيره. الأستاذ الدكتور منذر عياشي متحدثا عن تجربة الهاشمية في واحد من حواراتنا التي كانت في الجامعة. هكذا تكلم عنه الكبار رفاق الدرب، فماذا أو كيف يتكلم عنه أقرب الناس إليه صاحب زهرة الكيمياء الأستاذ الدكتور عبد الكريم حسن؟ فليتفضل. أسعدتم مساء. علوي الهاشمي وصورة في ثلاث. لن أتناول موضوعا محددا ولا قصيدة معينة، لن أتناول ظاهرة من الظواهر أو حركا من الحوارك،
كل ما أفعله أنني سأقالب صورة شعرية طالما ألحت علي، لا أدري لماذا ولا أدري كيف. من الشعر ما يصحو معك إذا صحوت، ويغفو معك إذا غفوت، ومن حين لآخر تردد من أين يجيء الحزن إلي وأنت معي، من أين يجيء؟ أهو سؤال استفهامي أم هو سؤال إنكاري؟ لا أدري، ما أدري أن القصيدة لا تجيب عن هذا السؤال، وأنه ينبغي علي أن أتقدم في قراءة الأعمال الشعرية حتى إذا ما وصلت إلى قصيدة بعنوان إني أكتب حلمي من يقرأني، طلعت علي القصيدة بهذا المطلع: يبدأ الحزن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء، لكنها ليس تلغي مواعيدها. يبدأ الحزن هنا يجيء هناك، يبدأ يجيء وتجيء القصيدة لتجيب عن بعض الأسئلة من حيث يبقى بعضها الآخر لا جواب. وأتقدم مع الأعمال الشعرية فتصادفني قصيدة بعنوان ذاكرة الماء، أتوقف عندها وأمسك بطرف الخيط. صورة أولى في قصيدة أولى نجد صداها في صورة ثانية في قصيدة ثانية، هذه الصورة الثانية تجد صداها في صورة ثالثة في قصيدة ثالثة، وأقرأ مرة أخرى: من أين يجيء الحزن إلي وأنت معي، من أين يجيء؟ فأرى لغة عارية لا مكان فيها للبلاغة، لا كناية لا استعارة لا مجاز ولا تشبيه، ولكنها لغة شعرية. ويتلو هذين السطرين مشهد من 19 سطرا في محل جواب عن السؤال، ولكنه مشهد لا يجيب. المشهد حافل بالبلاغة، مثقل بوجوهها، لكنه غير حافل بالشعرية. الشعرية ليست هنا ولكنها هناك، حيث لا بلاغة ولا وجوها بلاغية. 19 سطرا وتعود اللازمة مع قليل من التلوين: من أين يجيء الحزن إلي؟ إذن من أين يجيء وأنت معي؟ سطرا البداية أصبحا هنا ثلاثة، التلوين في التوزيع يصحبه تلوين في إضافة الظرف إذن، وتصحبه دلالة جديدة. السؤال لم يعد استفهاميا وإنما أصبح إنكاريا: من أين يجيء الحزن إلي وأنت معي؟ أنى له أن يجيء؟ لا يقدر أن يجيء، أنت السور الواقي من الحزن برغم المشهد الحزين. إذن من أين يجيء؟ كيف استطاع أن يجيء؟ كيف تمكن من اختراق السور الواقي؟ وبحق العودة إلى الوراء تنتشر دلالة ما بعد على الما قبل، ويجيء الحزن إلي برغم السور الذي يفصل بيني وبينه وهو أنت. شعرية القصيدة لا تأتي من إيقاعها الوزني، ولا تأتي من بلاغتها ومجازاتها، إنما تأتي من هذه الجملة على وجه التحديد، هذه الجملة اللازمة التي كلما تكررت تلونت دلالاتها، دلالات لا تحملها الجملة في ذاتها وإنما فيما يأتي بعدها، دلالات ليست فيها وإنما فيما تمتلئ به من بعد. لا الإيقاع الوزني ولا المشهد الحافل بالوجوه البلاغية ما يعطي شعرية القصيدة، لا هذا ولا ذاك ما يخلق من القصيدة قصيدة، وإنما علاقة التجاور بين الجملة اللازمة والمشهد، علاقة تفضي إلى التكرار في اللازمة وتحول في الدلالة. أما المشهد
فأي منا يستطيع أن يقول قنديل مختنق الأنفاس يضيء يبكي وسط متاهات الليل إلى آخر المشهد، ولكن واحدا وحسب هو الذي يستطيع أن يقول من أين يجيء الحزن إلي وأنت معي، من أين يجيء؟ ولكن ما الحزن؟ من أين يجيء إلي وأنت معي؟ سؤال يوقر قصيدة قصيدة الطوفان، والقصيدة لا تجيب. سؤال يصدي في أول قصيدة من الديوان التالي، وهذا هو الصدى. يبدأ الحزن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء، لكنها ليس تلغي مواعيدها. كان الحزن يجيء وأصبح هنا يبدأ. من أين يجيء وكيف يبدأ؟ لن أقارب السؤال ولن أقارب الجواب، سأكتفي بالصورة الشعرية التي يحملها الجواب، الذي هو في آن معا جواب وليس بجواب. يبدأ الحزن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء. لا شيء يحدد الساحة، هي ساحة تمشي وحسب، ساحة كان ينتظر منها أن يمشى عليها أو فيها، هي ساحة تمشي نحو، من حيث عودتنا أن يمحو البشر نحوها، من هنا تبدأ الصورة بالارتسام. ساحة تمشي بطيئة نحو ذاكرة الماء، تتذكر ببطء. ساحة تتعمد المشي ببطء نحو ما يخزنه الماء من ذكريات. الحزن حزن يبدأ من ساحة تتعمد ألا تتذكر، تتعمد أن تنسى ما يخزنه الماء من ذكريات. والماء من خارج السياق أصل الحياة، الماء يرمز إلى الحياة. وتمشي الساحة ببطء نحو ذاكرة الماء، فترتسم صورتها، صورة ساحة تريد أن تنسى الحياة لكنها ليست تلغي مواعيدها. فهي من جهة تتعمد أن تنسى الحياة، ومن جهة أخرى تبقي على مواعيدها مع الحياة. يبدأ الحزن، يولد الحزن، البدء والولادة سواء، وساحة يولد الحزن منها. لماذا؟ الساحة ميتة لا تريد أن تتذكر، ترفض أن تتذكر الحياة. هي ساحة ميتة أو شبه ميتة، وكانت حية في يوم من الأيام، ومن هنا سر حزنها. الحزن ليس صورة ولكنه أساس الصورة، وسوف يتكفل النص بتحديده. أيها الحزن، من حيث تبدأ يسكن بين تلافي في سرتك الوطن المتحرق للوعد. من حيث تبدأ، من أي مكان تبدأ، كائنا ما كان المكان الذي تبدأ منه، إن الوطن المتحرق للوعد يسكن بين تلافي في سرتك. الصورة صورة الولادة، السرة تستدعيها. ولما كانت السرة للحزن فإنه لا والد ولا ولد، وإنما رفقة بين الوطن والحزن. الحزن مربوط بالوطن، ملازم للوطن، حبل سري يربط بين الحزن والوطن. ولكن الساحة لا تلغي مواعيدها، وصور تتداعى مواعيد، ووعدا ووطنا متحرقا للوعد. وهو ذا الشاعر ينتقل بنا فجأة من مشهد إلى مشهد. يا شجر الورد آت حبيبي، فيمن بوجهك نحو الجنوب، ويا قمر العمر آت حبيبي، فضوت بعينيك كل الدروب. هكذا فجأة من الحزن والمواعيد المنسية إلى الوعد الذي يتحقق، مجموعتان من الصور الشعرية، مجموعتان متقابلتان، حالتان نفسيتان متقابلتان. الأولى
موعد منسي يتسبب بالحزن، والثانية وعد بوعد بموعد على وشك التحقق يتسبب بالفرح، فالحبيب آت تستقبله الورود، آت ويستقبله القمر. هذا وطن يتنفس بين وريدين بقلبي، ويلملم تاريخ الحزن المتساقط من شجر العمر. وهذا شعر يعيدني إلى بدايته، فالوطن والحزن يتبادلان الموقع، مما يسمح لي بقراءة السطرين الأولين: يبدأ الوطن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء، لكنها ليس تلغي مواعيدها. ويتحد الحزن والوطن على نحو لا يقبل الفكاك. أيها الوطن الحزن، من أين تبدأ؟ ويجيء الجواب: من جهة لا تجيء، ومن ساحة تتباطأ في المشي. وتجيء الدلالة، فالدلالة أصبحت مفهومة، وأصبح مفهوما معها سر الجمال في الصورة. فاللاحق يصدي في اتجاه السابق، اللاحق صدى للسابق، وصورة الحزن لا تمتلئ أبدا بالصورة بل بمحيطها. فالصورة تبدأ غائمة ثم ترسم، ثم تمتلئ بالخطوط والألوان كلما تقدم النص. وأقرب السطرين الأولين: يبدأ الحزن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء، لكنها ليس تلغي مواعيدها. فأقرأ حزنا مجردا، صورة مجردة، لا الحزن يمكن رؤية عناصره ولا ذاكرة الماء. صحيح أنه يمكن تصور الساحة، أما الحزن الذي يبدأ منها وأما ذاكرة الماء فلا. وعندما أبدل الحزن بالوطن وأقول: يبدأ الوطن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء، فإنه يصبح في وسعي أن أرى، فأرى ساحة تمتلئ بالبشر لأنها ترتبط بالوطن. وبعد هنيهة: يبدأ الحزن من حيث يبدأ رقص الخطى، فالساحة أصبحت مأهولة، وانتقلت الصورة من التجريد إلى التشكيل. ساحة تمتلئ ببطء بالحياة، ساحة على موعد مع الحياة التي وإن نامت هنا أو رفضت أن تفيق، ستملأها في يوم من الأيام. وأتقدم خطوة إلى الأمام، وتطلع علي ذاكرة الماء عنوانا لقصيدة قائمة بذاتها. وتبدأ القصيدة: كان الماضي مختبئا كالطفل الخائف خلف جذوع الشجر الغارق في ذاكرة الماء. الصورة هنا مركبة، هي صورة في صورة في صورة، ودلالة الكلمات هي التي ستقودني إلى تفكيك الصورة. فالذاكرة مجموع الذكريات، والذاكرة ملكة التذكر، وفي الحالتين يرتبط الماء بالذاكرة. ذاكرة الماء غياب الماء، الغرق فيها غرق في الجفاف، وأما جذوع الشجر التي يختبئ خلفها الماضي فجذوع يابسة. وفي المقطع الثاني: هل هذا صوتك يأتيني من ذاكرة الحلم الأولى؟ هل هذا الطفل القادم من خلف جذوع الشجر الغارق في الماء صوتك اللافت أن الشجر لم يعد غارقا في ذاكرة الماء، وإنما أصبح غارقا في الماء؟ الماء يحضر هنا ويغيب غياب الماء. من أنت؟ يسألها الشاعر فتجيب: إني وطن يلتحف الماء به. الحبيبة وطن يلتحف به الماء، والأصل أن الماء يلحف ولا يلتحف، أنه هو ما يحتوي، فإما أن نغرق فيه فنموت، وإما أن نطلع منه فنحيا. أما هنا فإن الماء هو ما يحتوى،
الأصل أن الماء لحاف، أما الآن فإننا بإزاء وطن لحاف للماء. وأعود إلى السطرين الأولين: كان الماضي مختبئاً كالطفل الخائف خلف جذور الشجر الغارق في ذاكرة الماء. فأقرأ: حاضراً يتذكر الماء، جذور الشجر الغارق في ذاكرة الماء حاضر يختبئ خلفه الطفل الخائف. أفلا يحق لي أن أفترض أن صورة الماضي هي صورة الخضرة، وأن صورة الشجر صورة الشجر المورق؟ ولكن لماذا يختبئ الماضي كالطفل الخائف؟ سؤال يستدعي ذرع النص جيئة وذهابا. كان الماضي مختبئا كالطفل الخائف خلف جذوع الشجر الغارق في ذاكرة الماء، وزوارق من دمع تطفو فوق الأحداق وتغرق ثانية في القاع. صورة تستوقف، الصورة مقلوبة والدمع يتحول إلى زوارق. هل هذا صوتك يأتيني من ذاكرة الحلم الأولى؟ إلى آخره. صوت يأتي من ذاكرة الحلم الأولى. كان الطفل مختبئا خلف جذوع الشجر، وبات الآن يخرج من خلف هذه الجذوع. الطفل خرج من مخبئه، هو لم يعد خائفا، وجذوع الشجر التي كانت غارقة في ذاكرة الماء أضحت غارقة في الماء. إنه موسم الخضرة، فالشاعر يأتيه صوت الحبيبة من ذاكرة حلمه، فيتحد الماضي والمستقبل. يحلم الشاعر بصوتها فيتذكره ويتذكره، فتعود الحياة إلى الطبيعة ويخضر الشجر. الشجر ما عاد غارقا في ذاكرة الماء، وإنما أصبح غارقا في الماء. الماء حياة وموت، الماء تخرج منه الحياة وتعود إليه الحياة. يولد الإنسان من الماء ويغرق في الماء، وتطلع الحبيبة وطنا يلتحف به الماء. وطنا هي أكبر من الحياة والموت، هي من يحتوي الماء يأخذ وظيفته، هي من يخرج منه كل شيء حي، وفي غيابه يموت كل حي. وأعود إلى الصور الشعرية الثلاث في القصائد الثلاث وأسأل: من أين يجيء الحزن إلي وأنت معي؟ من أين يجيء؟ فيجيب الجواب: يبدأ الحزن من ساحة تتباطأ في مشيها نحو ذاكرة الماء، لكنها ليس تلغي مواعيدها. وأسأل: ما الحزن؟ ويأتي الجواب: كان الماضي مختبئاً كالطفل الخائف خلف جذوع الشجر الغارق في ذاكرة الماء. شعر وظاهرة غريبة في هذا الشعر، شعر وظاهرة جديدة في الشعر، جديدة لم أجد لها شبهاً إلا في أنشودة المطاف. أفلا يحفز هذا على تتبع هذه الظاهرة وقراءة هذا الشعر؟ شكرا أستاذ الدكتور عبد الكريم حسن. يلي هويك الجميلة ومهرها غالي، دعشك دلال المها ونجم المها عالي، ضعيفة مركب غرامك والبحر عالي. ما تقولش مهر الجميلة، ما تقولش مهر الجميلة كرم وحرير ونخيل، ولا مدح جد الشفايف آهم يا عيني يا ليل. مهر القصيدة بطل يخطف نجوم الليل، ينزل ببدر السماء مهما يكون عالي. وهل كان الهاشمي إلا فارس القصيدة وبطلها الذي أهداها دررا من قلبه الجميل؟ الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور عبد القادر فيدوح صاحب إراءة المعلى، يقرأ في أيقونة الشعر
في أيقونة الجمال، في أيقونة الحب، في المشروع الشعري للشاعر الدكتور علي الهاشمي. فليتفضل. أخي الكريم، بما أنك حكم المنصة فأقترح عليك أن أنسحب بشرفي من شفتي أمام هذه الحلبة، لأنني وجدت نفسي أمام بحرين برافد مهدي لا يمكن أن يرقي مع أخطاءه زميلي الكريم. حضور كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وافر الشكر والتقدير للحضور الكريم، وافر الشكر والتقدير للملتقى الثقافي الأهلي وعلى رأسه الأستاذ الفاضل علي عبد الله خليفة. كنا نتمنى أن يكون بيننا، لكن شاءت الأقداس أن يكون غائباً وهو حاضر في القلب قبل أن يكون حاضراً معنا في هذه الأمسية. أشكر القائمين على الملتقى الثقافي وعلى نشاطهم المميز باستمرار. لا أدري، أشعر برجفة، بحنان كالطفل الخائف الذي يعود إلى أمه لتحتضنه بحنان. وجودي بينكم يستدعي في 20 سنة مرت حين دخلت البحرين في عز شباب، يستدعي في أجمل لحظات مرت علي في حياتي. وأنا هنا بينكم ليس لي إلا أن أقدر هذه اللحظات التي لمستها من إخواني في هذا البلد العزيز. قبل أن أبدأ، اعذروني أن أقص عليكم طوفة وقعت معي قبل مدة في بلد شقيق لتناول موضوع مثل هذه الجلسة عن شاعر زميل. حين بادرت بتحليل النص رأيت في الشاعر وهو بيننا ممتعضا وغير راضي على ما قدمته أو على ما كنت أقدمه في الجلسة. عندما أنهيت المداخلة كان أول من طلب الكلمة. عادة الشاعر لا يعقب، لكن سمحنا له بأن يعقب، فقال بالحرف الواحد: أنا غير راضي على ما تفضلت به، وأنت حملتني ما لم أقل، وأنت كلامك هذا يتناقض تماما مع أشعاري، وأن أشعاري وراح يسترسل في أن أشعاره في اتجاه وأنا في اتجاه آخر. فأجبته بلباقة، طبعا إياكم يعني إياكم أعني جار وليس الشاعر. فقلت له: أخي الكريم، أنت بيننا لا وجود لك، أنت بيننا ميت حي، بحسب ما قاله رولان بارت موت المؤلف. فأنت قلت رأيك ونحن نقول آراءنا. الشاهد في هذا، ما سأقوله لا تنتظروا مني أني سأقول لكم ما في ذهنكم أو ما في ذهن الشاعر. قد نختلف فيما نقرأ، وهذه هي وجهات نظر الدراسات الحديثة، بخاصة في نظرية التلقي، على الرغم من أن قدماءنا والمحدثين أيضا تحدثوا في هذا المجال واعتبروا النص أنه حامل أوجه كثيرة، والأمر في هذا يطول الحديث عنه. آخر ما يمكن الاستشهاد به هو مايكل ريفاتير عندما قال: النص إما أن يقول شيئا أو لا يقول شيء، والنص الذي يقول شيء هو النص الخبري، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا النص بقدر ما نحتاج إلى نص لا يقول الشيء المباشر بقدر ما يقول الشيء ما وراء خلفياته من دلالته. لا أدري إذا كان من الصوت.
تظهر من الصوم أخي الكريم. أنا أحضرت لكم نموذج بسيط جدا. النموذج هذا طبعا مستند من دراسة مطولة موجودة معي الآن، يستحيل أن نقول كل شيء ما في الدراسة، لذلك انتقيت جزئية بسيطة جدا، وعلى ضوئها يمكن أن نفهم كيف نستنتج الدلالة، كيف نستنتج المعنى من الشعر، وما الذي قيل ولم يقله علوي، أو قاله علوي ولم يقل، لم يصل إلينا بالصورة التي أراد أن يقولها هو، وإنما وصلتنا الصورة بالطريقة التي فهمناها نحن. هذا نص من قصيدة لعلوي الهاشمي. غفوت على جرح قلبي سحابة دفء ودارية من حنين، وطفت ظلالا معطرة الخطو فوق انحدار الأغاني على شفتي، ولكن لحين طلعت كصحو المواسم بين عظامي، نموت كبرت تساميت صرت ملاكا وأكثر. كيف ندخل إلى هذا النص؟ سوف نجد في هذا النص أفعال كثيرة، غفوتي إلى آخره، نطلع على هذه الأفعال. غفوتي، طفتي، طلعتي، نموتي، كبرتي، سموتي، صبرتي، كلها وما يقابلها من صيغ ذات معاني دلالية في جرح قلبي، سحابة دفء دالية من حنين، ظلالا أغاني على شفتي بين عظامي، ملاك. كل صورة من الفعل يقابلها صورة من شبه الجملة فيما توحي إليه من دلالة. السياق المستنتج من وراء الحركة، حركة الفعل في هذه الجمل الشعرية وفي هذه الصور الشعرية بالتحديد، يوحي بأن هناك شيئا ما بداخل الإنسان المعبر عنه من خلال الشاعر، شيئا ما بداخل الإنسان غير راض عنه، وبدافع الحركة المتوالية في الأفعال. هذا الشيء ما أسميته أنا بالسوية في العدل، وكأن هناك نقصا معينا عند الشاعر أو عند الإنسان، نلغي في صفة الشاعر لأن الشاعر ليس إلا معبر عن الإنسان، وكأن نقصا لدى الإنسان في واعيته، في ضميره، في وعيه، في مشاعره، في علاقته بالواقع، في رؤيته إلى المستقبل، هذا الشيء غير سوي، غير عادل، غير منصف، غير قائم على الصورة التي كان يترجاها وكان يتمناها. فإذا الإنسان هنا في هذه القصيدة يعبر عن صراعه مع ذاته، رغبة في إيجاد البديل الذي يمكن أن يجعل منه إنسانا سويا، إنسانا قابلا للحياة الاجتماعية شأن أي إنسان في وضع سليم. ومن هنا يكون الانعتاق من القيود هو المطلب البديل لهذا غياب هذه السوية، أو غياب هذا عدم المناصفة أو النصفة، خلنا نقول النصفة، غياب العدالة الإنسانية، غياب العدالة الاجتماعية. في ظل هذا الصراع يعيش الإنسان في طموح قائم على رؤية مشرئبة، رؤية استشرافية بالإمكان أن تتحقق إذا أتيحت لها الظروف كما تقول القصيدة. غدا تترحلين، غدا ترحلين كغيرك عني، ركضت مع الدم بين عروقي، سكنت اتساع العيون. ولكن طبعا البياض هنا، النقاط هنا لها دلالات معينة، المقام والوقت لا يسمح حتى نستغرق أكثر في التفاصيل، سوف نثب عليها أو نتجاوزها. سكنت اتساع العيون، ولكن يا لشقائي غدا ترجعين كما كنت مضغط طيني، فتمضين مثل الذين أناخوا بقلبي طويلا وغابوا. لنرى ماذا أراد أن يقول هذا المقطع. طبعا
الصورة هنا قد تبدو صعبة شوية، لكن سوف أقربها إليكم بشيء من التبسيط. الكلمة المحور في المقطع الذي مر بنا الآن، عفواً بين قوسين، الشاهد في هذا أننا نبحث عن الدلالة، كيف نستنتج دلالة من النص. هذه هي الصورة. الشاهد أو المحور، الكلمة المحور أو الصورة المحور أو الدلالة المحور في هذا المقطع هو الاجترار، هو التكرار، وكأن الإنسان يحس أنه يكرر نفسه دون جدوى. هذا الاجترار نحن نقف عنده، أو الدراسات تقف عنده، الدراسات الدلالية تقف عند هذه الكلمة التي أثارت انتباهنا في النص وشدتنا إلى أن ننظر إلى النص نظرة تأمل. الاجترار الذي يعني لا ننظر إليه كصورة ثابتة، وإنما ننظر إليه بصورة ما قبل أن يكون الاجترار، في صورة ضدية. لأنه قبل أن يكون الاجترار ما الذي كان؟ ما هي الصورة التي كان عليها الشاعر؟ قلنا أنا هكذا أتصور أنها ضمير الانعتاق، يعني الضمير، خلنا نقول الضمير الطموح، الضمير الساعي إلى الوصول إلى هدف معين. لكن ارتطامه ووجوده أمام مجموعة من العقبات يجد نفسه يكرر نفسه من حيث لا يدري، أو بصورة ما، أو تحت صورة قصرية، أو بأي شكل أو بأي ظرف من الظروف. إذن العلاقة بين الاشترار والضمير الانعتاق هي علاقة ضدية. هذا ما يوحي وما يعطينا الانطباع الوافي على أن الإنسان يعيش حالة ضدية في حياته اليومية. الشاعر هنا عبر عن هذه الحياة الضدية، عبر عن هذا الصراع. طيب، لنأتي إلى دلالات أكثر، لنبحث فيما معنى الاشترار. الاشترار التضمين له، الصورة المضمنة له، الصورة المعبرة عنه، الصورة الموحية له، الصورة الشارحة له، هي التكرار. طيب، العلاقة هنا علاقة تضمين. طيب، نذهب إلى العلاقة الثانية، وهي علاقة التضمين في الضمير الانعتاق، هي علاقة تطلع. إذن العلاقة التطلع التي تجمعها بعلاقة التكرار هي علاقة تضاد. لنبحث باختصار، لأنه في أشياء تنتظرنا، بين التطلع والاشترار علاقة تناقض. بمعنى بالاختصار المفيد، هذه الصورة تعبر، لو نقرأ البحث سنجد أنها تعبر عن مضمون الإنسان في مساعيه لرغبة في الوصول إلى هدف أسمى يطمح إليه، ولكن للأسف الشديد هناك تبعات، هناك عقبات، هناك محطات تقف في صده أمام هذا الطموح. قال لنا شاعر غدا ترجعين كما كنت مضغة من طين. حتى نتأكد من أن هذه الصورة لها الدلالة نفسها في صورة أخرى مقابلة لها للتأكيد على ما نريد أن نصل إليه، نستحضر نص آخر قد يكون من الديوان نفسه، من المجموعة الشعرية نفسها، كما قد يكون من أي شاعر آخر، لنستحضر هذه الصورة. فعل ناقص ونحاذي الكوفة يستبسلون. لاحظوا جيدا رسم فعل ناقص ونحاذي الكوفة ويستبسلون. الانزياح، يعني الصورة، فعل ناقص جاء في أول السطر، نحاذي الكوفة جاءت منزاحة عن السطر، استبسلون جاء في آخر السطر. النص هذا لقاسم حداد. قاسم حداد طبعا لن أنوب عنه فيما أراد أن يقول، لكن الدراسات الحديثة ونظرية الترقي تنوب عنه، وترى في هذا النص قد لا تكون الصورة نفسها التي أرادها قاسم حداد، لكنها صورة. هذه الصورة التي سنشرحها بعد قليل هي نفسها الصورة التي أراد أن يرسلها على الهش. فعل ناقص، وكأنه يرسم أن حياتنا الماضية، أن تاريخنا كله فعل ناقص، وأن نحاذي الكوفة. طبعا أنتم تعرفون أن الفرق بين نحاذي الكوفة والبصرة، نحاذي الكوفة
هم رمز للجدة، للجدية، للاستبسام من أجل وضع لمسات جديدة في الثقافة، في المعرفة، في النحو وما شابه ذلك. لكن نحاة البصرة دائما كانوا يقفون لهم بالمرصاد ويريدون الثبات ويريدون الاستقرار ويريدون العودة إلى الماضي والتمسك بالماضي إلى آخره. فكان هناك صراع، هذا الصراع نقله إلينا قاسم حداد في أن حياتنا لم تجدي نفعا منذ أن كانت في ذلك الوقت إلى يومنا هذا. هي نفسها الصورة التي أراد أن يقولها لنا على الهاشمي عندما قال قد ترجعين غدا، ترجعين كما كنت غدا، ترجعين بمعنى أنت رحت كل هذه المدة الزمنية وسترجعين ملغة تكرارا اجترارا دون جدوى من مساعيك التي كنا نطمح إليها من أجل أن نرفع بمستوى هذا الكون أو هذه الرؤية أو هذه الصورة. فكأن هناك تقابلا دلاليا في اللا جدوى من المساعي في هذه الحياة. طبعا فكرة اللا جدوى ليس بإرادة منه وإن بصورة قصرية من الآخر. هذا الآخر من يكون هذا الآخر؟ مجهول، لا ندري عنه. قد تكون مؤسسة ثقافية، قد تكون مؤسسة لا أدري، مؤسسات كثيرة وما أكثر المؤسسات. إذن هناك عائق قد يقف دون الوصول إلى المكتب. في صورة أخرى فتمضين، فتمضين مثل الذين أناخوا بقلبي طويلا، أناخوا بقلبي طويلا منذ زمن. لنستحضر صورة تشابه هذه الصورة وداعم لها وشارح لها، وهي من وعي الإبداع العربي ومن الإبداع الخالد في ثقافتنا العربية. والبيت أمامكم للمتنبي، البيت الشعري هذا للمتنبي. صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنا. يعني كل حياتنا في هذا الزمان لم تصل إلى المبتغى، ومثل ما عانى من قبلنا أناس وأمم وثقافات، نحن نعاني بنفس الصيغة التي عانى بها أسلافنا. طيب ما موقع علوي الهاشمي هنا عندما يقول تمضين مثل الذين أناخوا وبقلب طويل وتعودين ملغة وتعودين تكرارا واجترارا دون أن نستثمر منك هذا الطموح الذي نسعى إليه؟ طبعا تعودين، ضمير يعود على من؟ ضمير الغيبة هذا يعود على من؟ الأمر متروك لكم، متروك لكل ناقد. هل مثلا لا أدري الهوية مثلا، قد تعودين الهوية، الحرية، الرؤية الاستشرافية، المجال مفتوح لكل من يرغب في أن يجتهد في استظهار واستخراج هذه الدلالة. طبعا في البحث موجود كل هذا الأمر. بعد له ما قال غفوت على جرح قلبي أو على جرح أعماقي. الضمير دائما يعود على الغيبة التي فصلنا في توزيع الصور أو الصفات لها. يقابلها صورة ويح ما يجتاح أعماقي على عبد الله خليفة. مثل ما قلت لكم في البداية أنه حاضر بيننا على الرغم من غيابه، ونعم الحضور أيضا. الصورتان متقابلتان أو متناظرتان يؤديان الغرض نفسه في مسعى أنه الإنسان في غفوة من أمره من دون إرادة منه رغبة في أن يصل، لكن المساعي من ورائه تقف حجر عثرة أمام كل خطو وأمام كل رؤية يسعى إلى تحقيقها. طيب العلاقة بين الصورتين، بين صورة علوي الهاشمي وبين صورة علي عبد الله خليفة، هي في مقولة الانكسار. وكأن الإنسان في هذا العصر، طبعا
احنا لسنا بحاجة إلى أن يقول هذا الشاعر، لأننا نعيش هذا الوضع، وكل إنسان يعيش هذا الوضع، سواء عندنا في مجتمعاتنا العربية أو في غير مجتمعاتنا العربية، نظرا لتحزن الحياة، نظرا لتشعب المسارات المتصارعة وما شابه ذلك من التعقيدات اليومية التي تنتهك وتنهك الإنسان في حياته اليوم. فإذا العامل المشترك بين علم الهاشمي وعلي عبد الله خليفة هو عامل الانكسار، انكسار الإنسان في مسائه، أيضا في مقولة الاجتثاث، وكأن الإنسان لم يعد له تلك القيمة بالصورة التي كنا نسمع عنها أو كنا نقرأ لها في تاريخنا وفي تاريخ البشرية برمتها. الشاهد في هذا أن الإنسان في صورة شعر علوي الهاشمي يمشي في الاتجاه، الصورة التي يرسمها يمشي تمشي في الاتجاه التي هي بحاجة إلى أن تكون بصورة أمثل، بصورة أفضل، لكن المطبات والمساعي من الآخر دائما تقف دون أن يحقق هذا الشاعر، عفوا الإنسان، دون أن يحقق هذا الإنسان مساعي. ما عساني أن أقول، ماذا أقول لأفراغ بذي مرق حمر الحواصل لا ماء وزغب في الحوار. أشكر لكم حضوركم والكلام يا رب. أستاذ الدكتور عبد القادر فيدوح، حضر الشاعر العربي الكبير الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي، فحضرت معه أضياف قاسم حداد وعلي عبد الله خليفة، فالشعراء لا يغيبون أبدا. حضر المتنبي. وحضرت كل قامة شعرية كبيرة، له الشعر جاه وفسحة عيش، إذا اضطر ذو فسحة بالثراء فإن غاب ليس غيابا، فكم من قريب بعيد وموت حياة. الآن مع المداخلات والتعليقات، ونرجو كلما اقتصرنا بالوقت كلما أتيح لنا أن نقتنص قصيدة أو قصيدتين من إبداعات شاعرنا الكبير الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي. فالأسئلة كلما كانت أكثر قدرة على التكثير، كلما أتاحت لنا فرصة أن نستمع إلى شاعرنا الكبير، لأنه سوف يلقي علينا بعض القصائد في هذا المساء الجميل، وسوف يوقع بها على هذه الأمسية وعلى هذه الوثيقة من الحب والمحبة. فإلى المداخلات. قول يا أستاذ ياسر، أقول لك سؤال بس. أوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس لو سمحت الاسم والتعريف، يعني فلان شاعر، فلان ناقد، فلان أستاذ في الجامعة وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور شعيب الغباشي، أستاذ مشارك قسم الإعلام جامعة البحرين. أنا هي ليست مداخلة بقدر ما هي يعني محاولة لطرح استفسار أو استفهام. يعني كنت أتمنى أن تكون إحدى الكلمات تدور حول أغراض أو بعض أغراض الشعر عند علوي الهاشمي. أنا لا أزعم أنني قارئ شعره كله، ولكن يعني القليل من الشعر العلوي الهاشمي الذي اطلعت عليه وجدته يعني متيما بحب البحرين، بحب الوطن، وعنده أشعار يعني متعددة في هذا الجانب. فلو أن أحد الأساتذة تناول هذا الجانب فقط لكنا يعني شكرنا له صنيعه يعني ليل نهار. فكنت أتمنى أن يعني أن يقدم هذا الغرض تحديدا لأهميته ولضرورته المعاصرة والآنية، حب الوطن عند علوي الهاشمي. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذنا، ولكن السؤال موجه لك أيضا، هل يستطيع أحد كائنا من كان أن يختزل حب الهاشمي للبحرين في 5 دقائق أو في 10 دقائق؟ الأمر صعب، أمر صعب جدا، وأنا أقدر لأساتذتي هذه المحنة التي وقعوا فيها، فصعب. إجابة؟ لا، هو فقط العملية سهلة جدا، يعني
لو طرحنا لو عرضنا او انتظرنا من الزملاء الحضور لا ايضا طرحوا اسئله اخرى في سياقات اخرى. من الصعب جدا انك انت تتناول كل اغراض مثلا، يعني انا تناولت غرض الدلاله من زاويه فنيه، زميلي الدكتور عبد الحميد تناول غرض سيره الشاعر وحياه الشاعر في علاقته، هذا ايضا غرض السيره الذاتيه والسيره العلميه ايضا غرض فني علمي تناول الغرض. زميلنا الدكتور عبد الكريم بعد كثر خيره تناول غرض موضوع تحليل النص من زاويه فنيه دقيقه. اما انك تنتظر كل الاغراض تتناول في مثل هذه الاسئله اعتقد ان العمليه ولو انه رايك صائب، يعني احنا لا نقلل من شان ما تفضلت به، لكن رضا الناس غايه لا تدرك وما لا يدرك كله لا يدرك. مساء الخير، حبيت بالبداية أحيي طبعاً جميع المتداخلين اللي بالفعل يعني أضاءوا جزءاً من تجربة الدكتور علوي الهاشمي، لأن أنا أعتقد أن يعني عنوان المحاضرة لما كانت في كلمتين ثقيلتين في الواقع اللي هي التجربة وفي الميزان، يعني بما يوحي ب يعني كنت أنا أتوقع يعني مثل ما نقول رؤية بانورامية يعني بشكل عام توحي، لأن بالفعل تجربة الدكتور علوي الهاشمي سواء كانت تجربته في النقد أو في الشعر أو تجربته مع الوطن أو تجربته في ربما في اللغة ذاتها، ويعني هي محاكات كثيرة أنا أعتقد بأن الدكتور علوي الهاشمي دخل فيها في خلال تجربته الطويلة، وهو يعتبر يعني أحد القامات بالفعل الكبيرة والمهمة سواء في ميزان يعني الشعر أو في ميزان النقد أو في ميزان التجربة بشكل عام، من حيث يعني أيضا اجتراح لمصطلحات ومفاهيم جديدة يعني استطاع أن هو يعطيها يعني في النقد بالنسبة للنقد. فبالتالي يعني أنا بالفعل وجدت أن القراءة بالنسبة قياسا للعنوان يعني كانت قراءات متواضعة، لأن الدكتور عبد الكريم يعني تناول قصيدة واحدة اللي هي من أين يجي الحزن، والدكتور عبد القادر تناول قصيدة أخرى، وهي طبعا ربما كان الدكتور عبد الحميد يعني الأقرب إلى التجربة الحياتية يعني أو المعايشة مثل ما نقول الظرفية أكثر منها المعايشة الفنية أو الشعرية للدكتور علوي الهاشمي. حبيت فقط انه انا يعني ربما رغم انشغالي ما جذبني لهي الامسيه اني احضر، لاني بالفعل يعني اكن تقديرا يعني شديدا للعطاءات اللي بالفعل اثرى بها الدكتور علوي الهاشمي المتنوعه يعني الساحه الادبيه والشعريه في البحرين، الساحه النقديه بشكل عام، واثرى بها مجموعه زملاء الادباء صراحه في وسط الأدباء، بحيث أنه أنا يعني لا أعتقد بأني إن أردت يعني أن أضيء ذاكرتي إلا يكون بالفعل دكتور علوي الهاشمي أحد الإنارات يعني في هذه الذاكرة. أحييك جدا دكتور علوي وأتمنى لك الصحة والعافية، وأعتقد بأنك يعني بالفعل هناك الكثير لكي يقال فيك ويقال في تجربتك، وإحنا نتمنى أن إن شاء الله تكون هاي هي باكورة أو بداية لي يعني بالفعل قراءة عميقة لما لعطاءك دكتور علوي الهاشمي. معلش يذبني زميلي الفضيلين، أنا الذي لمست من جزئية بسيطة من كلام تعقيب مستدرك هو أنا سأعيد محاضرتي بقراءة هذه الأوراق.
لانه مش معقول ان احنا لازم نقول كل شيء، فايضا اربطوا الاحزام واغلقوا الباب. وساقرا عليكم 30 صفحه. انا اشكرك يا دكتوره فوزيه، فعلا الكلام صليل. اشكر الاخ كريم، لكن يعني 10 دقائق ربع ساعه احنا تخطينا الحد السقف المطلوب مننا اللي هو 10 دقائق، يعني هذا ما استطعنا ان نقوله. تفضل استاذ الشاعر كريم مراد. شكرا للمركز عبد الرحمن كانا، وشكرا للمتداخلين، وشكرا كبير شكر كبير للدكتور علوي الذي جمعنا في هذا المكان. وانا اريد ايضا ان انبه الى امر لم يذكره، بما ان الاستاذ عبد الحميد المحادي هو تناول سيره الشاعر، فهناك امر مهم طبعا يجب ان نذكره بالنسبه للدكتور علوي الهاشمي، ان علوي الهاشمي هو شاعر جميل ولكنه ايضا قارئ عظيم لشعراء من جاء له وشعراء من لحقوه، ويكاد يكون علوي الهاشمي ينفرد بين كل مبدعين جيله بانه قرأ لمن كانوا مع بعده، ايضا قرأ لهم وحاور اشعارهم وقدمهم الى وهذه للاسف فضيله نادرا جدا ما وجدت في البحرين لدى المبدعين الاخرين الذين تعاملوا مع الاجيال التي تلتهم يعني بعدم الاكتراث اذا لم يكن اكثر يعني اسوء من ذلك. فطبعا هذا المناسبه ان انا اشيد بالدكتور علوي في هذا الشان. بالنسبه للمتداخلين طبعا الاوراق التي قدمت فيها اوراق كبيره جدا، وانا اتفق مع فكره العمل على جزئيه على قصيده او على ما ذكر الدكتور عبد الكريم، يعني ثيمه من اين يجيء الحزن او عباره، يعني هي شيء جميل جدا لان هذا يجعلنا نتعمق اكثر في النتاج الادبي للدكتور علوي. سؤالي للدكتور عبد القادر فيدوح، ما ادري يعني ممكن هو يضيء مساله مقاربه قصيده التفعيله بهذه الطريقه بنفس طريقه مقاربه قصيده البيت. طبعا يعني في قصيده البيت احنا نستطيع ان ربما نكتب يعني اطروحة نقدية عن بيت، بحكم ان قصيدة البيت نفسه يشكل وحدة، ربما على عكس قصيدة التفعيلة التي قد لا تشكل فيها جملة معينة او تشكل فيها ما يعبر عن كامل القصيدة، ويمكن هذا ينطبق على يعني اكثر على قصيدة العمود. يعني اذا احنا استشهدنا ببيت الى المتنبي في مقاربة الى عبارة وردت في قصيدة تفعيلية، بالإمكان إضاءة إلى أي حد البيت يعبر عن وحدة متكاملة، ولكن ربما في التفعيلة يعني هناك سؤال مطروح، ما إذا كانت هذه العبارة تعبر بالفعل عن كامل القصيدة أم لا. وشكرا جميعا. طيب انا اشكر الاخ الفاضل كريم رضي، و اخي كريم بالنسبه للدراسات الحديثه في نظريه التلقي ونظريه القراءه لا تميز بين نص قديم ونص حديث، مثلما الشاعر يقول قصيدته في شكل ومضه، ايضا الدراسات النقديه الان تلتقط هذه الومضه وتعبر عنها بطريقه ابداعيه. وانا وجه الي، لا باس ان اذكر هذه الظاهره لاول مره اذكرها، وجه الي كلام في هذا الشان عندما اجريت دراسه عن ابراهيم الاريض، دراسه مطوله ونشرت في مجله محكمه، وقيل فيما قيل ان عبد القادر عندما تناول قصيده ابراهيم الاريض تناول هذه الدراسة هذه يمكن أن تنطبق على أي دراسة أخرى، ما يعني أننا نلتقط الكلام ونصفه صفا، وهذا الكلام يعني لا غير مسؤول. الدراسات الحديثة كان على الذي قال هذا الكلام أو على الذي لا يميز بين الومضة الشعرية التي تلتقط من الدراسات النقدية الحديثة، كان عليه أن يدرس دراسات ما توصلت إليه الدراسات الحديثة، لأننا
ننتقل الرؤية النقدية من الرؤية الكشفية الإبداعية ونحاول أن نصوغها بطريقة غير شارحة غير مفسرة وإنما بطريقة إبداعية أخرى. المعرفة تطورت والسياقات الدراسية تطورت كثيرا جدا، ما عاد أننا نشرح الآن، لا تنتظر مني أن أشرح لك البيت. في بيت المتنبي فيه ومضة، فيه صورة، التقط هذه الصورة فيها ما يقابلها فيما يوجد عند علوي الهاشمي. أنا الذي يعنيني هو التقاط هذه الصورة وكيف تقابلتا هاتان الصورتان، هذا الذي يعنيني، وكيف أستثمر هاتين الصورتين فيما تستدعيه الرؤية الإبداعية لدي من أجل أن أقول شيئا ما لم تقله اللامقول، أو عفوا ما لم يقله المقول، لأعبر عنه بما يسمى أو ما أطلقت عليه أنا في دراسة إبراهيم العريض ذاته اللامقول في الدراسة. حقيقة أنا وقفت على مدرسة في النقد وتعلمت منها الكثير الكثير. بداية أشكر الدكتور عبد الحميد فقد علمني درسا في الوفاء، شكرا لك يا صاحبي. أما إذا جئت إلى الدكتور عبد الكريم فقد تناول من جملة ما تناول موضوعة الماء، وفي الماء كل شيء حي، وأعاد الحياة إذ نظر إلى شعر صديقنا الكبير علوي الهاشمي. نسي الهاشمي فأحيا ماء عبد الكريم حسن شعر الهاشمي، وهذه قراءة من مستويات القراءة في النقد الحديث لا تطالها إبداعات أي ناقد كان. ستعود حيا، ومن أين يأتي الحزن؟ لن يأتي الحزن. أما سعادة الأخ الدكتور عبد القادر فيلوح ففيما ذكره جعلني أتعالق مع كتاب في التعارف النصي للدكتور علوي الهاشمي. كنت تأتي بالنص والنص الآخر، ومن فضل الدكتور علوي الهاشمي على النقد الحديث أنه ألغى مصطلحا احتز به النقد العالمي ليولد مصطلحا آخر يستحق أن يكون بديلا لما اعتز به النقد العالمي. النقد العالمي على لسان جوليا كريستيفا أبدع التناص، والنقد العالمي على يد أو على لسان علوي الهاشمي أبدع التعالق النص. وأنت إذ تكلمت أحييت في ذهني في ذاكرتي، جعلت الأشياء تقفز في ذاكرتي كتاب التعارف النصي وما أبدع فيه علوي الهاشمي. التعارف النصي سيدي الذي تفضلت به، وأنت تأتي بنص من هنا ونص من هنا لتقرأ الدلالة عند علوي الهاشمي، كأنك تقمصت روح علوي الهاشمي إبداعا بعد أن ألغيته مؤلفا. فكأنك أنت والدكتور عبد الكريم حسن تقاسمتما فعل الإحياء عند الدكتور الهاشمي. وشكرا لكما، كنتم مدرسة. أعتقد أنه قد آن الأوان لأن نقدم لكم الهدية التي تنتظرونها، وهي أستاذ الدكتور علوي الهاشمي يوقع على هذه الوثيقة المتواضعة من المحبة والوفاء، فليتفضل مشكورا.
قدر ما أقول بهذه اللحظة. العزيزة على قلبي والمحرجة إلى نفسي، لأنني لم أتعود أن أسمع كلام عمي لا غيبا، وفي الغيب أتوقع كل شيء. على كل حال، طبعا أول ما حدثتني الأخت أسماء عن مشروع لتقديمه في هذا المركز الغالي على نفسي حقيقة، وقالت نريد أن نقدم شيء عن تجربتك. بذكرها لفظة تجربتي تحسست قلبي لأول مرة كأنني أعرف أن لي قلبا، وحين سألتني عمن تظن أنه يمكن من تعرف أن يتحدث عن تجربتك، ولم أتزل يدي على قلبي، تحسست عندها باليد الأخرى أضالعي. قلت قلبي مغروس في البحرين، أما أضلاعي فعربية. في ضوء هذا الشعور الذي تحسست بيساري أضلاعي، اخترت ثلاثة أضلاع من خارطة الصدر العربي. تحسست ضلعا عاش بسيطا بقلبي أكثر من 40 سنة، وكان موصولا بذاكرتي. قلت هذا ضلع الذاكرة يمتد من قلبي إلى ذاكرتي، فكان عبد الحميد المحلي. ثم تحسست الضلع الثاني فكان موصولا بعقلي وفكري ومعرفتي اللي عرفته منذ نصف المسافة الزمنية التي تعرفت على ذاكرتي بعبد الحميد. فقلت هذا عبد القادر في دوحي، ذاك الموصول بعقلي المعرفي. ثم تحسست ضلع الثالث فقلت هذا الضلع موصولا بتيار الدم الذي يخب في قلبي، فرأيته عبد الكريم حسن. ثم وجدت ضلعا لا أدري إلى أين ينتمي، ولكنه ينتمي إلى وجهي الإعلامي الذي رافقني فترة محببة إلى قلبي، ابتداء من مجلة ثقافات العزيز علي وعلى كل الأضلاع الثلاثة. فقلت إذن يقدم هذه التجربة وهو الأستاذ ياسر عثمان. والطريف
أنني عندما وجدت هذه الأضلاع العربية وجدتها متنوعة بطبيعتها وبطبيعة تجربتها، فوجدت الأردن والجزائر وسوريا ومصر. أما بقية الأضلاع فهي أنتم من كل الوطن العربي ومن البحرين حيث قلبي والرسوس هنا. أنا أشكر الأخوة الأساتذة، أخوتي وأساتذتي حقيقة، الذين أحاطوني بكل هذا الحب وبكل هذه المعرفة وبكل هذه الإحاطة، وأشكرهم على أنهم قبلوا بأن يتحدثوا عن صديقهم، والحديث عن الصديق أصعب من الحديث عن الإنسان العادي، لأنك إن دممته مشكلة وإن مدحته مشكلة، فأنت في وضع لا تملك إلا أن تكون صادقا لكي تتعرف أو تعرف بصديق. والصدق مستل من الصديق أو من الصداقة، فهذا ما لمسته من الأصدقاء الأربعة حقيقة. وأنا أعتبر تقديم أستاذ ياسر جزء من هذه المحبة وهذا العمق وهذا التناول. أنا لا أريد طبعا أن أطيل عليكم، ولكن لابد أن أوجه الشكر لكم أيضا جميعا على احتفائكم بالحضور، وهذا يكفيني أنكم تحضرون إلى احتفاء بشخص متواضع رغم أنكم تقولون أنني قدمت وقدمت. والله ما عرفت أن قدمت إلا هذا اليوم. تقول والله تقولي لم أعرف أني قدمت كل هذا الذي قدمته إلا على لسانكم. أما أنا لا أدري، أنا أحس أن آخر من الناس أكثر ما أعطيهم، أخذ منهم حبهم، أخذ منهم اهتمامهم، أخذ منهم أفكارهم، أخذ منهم يعني كل، يعني أنا أخذ أكثر مما أعطي، لكن إذا أخذت مني أعطي فشكرا لكم على ذلك. طبعا لابد من شكر هذا المركز الغالي على نفسي حقيقة منذ زمن طويل، وأنا أشعر بأني دخلت أسرة ثانية بعد أسرة الأدباء والكتاب في هذا المركز. ومنذ أن كان صاحب هذا المركز موجودا حيا ولم يزل حيا رغم رحيله عن الحياة، وهو الوجيه عبد الرحمن كانو، وكان ذكره جيدا، وكان يحرص عندما أحضر أن أجلس إلى جنبه كما كنت أحرص على أن أكون قريبا منه. وأنا أشعر بحب التاجر أو المال التجاري إلى الثقافة، يعني أنظر إليه نظرة خاصة بمحبة كبيرة، لأنه التاجر
الذي يضع ويستثمر جزءا من ماله في الثقافة أو في الإبداع أشعر أنه تاجر ذكي، ذكي جدا، لأنه سيترك غصنا لا يموت في الحياة في حين يموت جميع ماله الذي في الغابة أو الذي في البستان، يبقى هذا الغصن ممرعا ليعيش أعمارا من عمره، ربما مئات السنين، على عكس المال الآخر الذي وضع في أماكن أخرى، ربما يعيش لكن مع عمر الثقافة والإبداع في المال التجاري أكبر كثير. وأنا عاصرت كثير من هذه التجارب، ومنها تجربة أو مشروع العويس، سلطان العويس، الذي يعني كنت أحد أفراد لجان تحكيمه، والتقيت به شخصيا وجلسنا وتحاورنا كثيرا. وعبد العزيز البطين أيضا، و اليماني أحمد زكي يماني أيضا واحد من هؤلاء، وكثير من التجار الذين جعلوا جزءا من مالهم يخلد من خلال الثقافة والإبداع. أشكر هذا العزيز الغالي الذي أسس هذه المؤسسة بماله وحرصه وحضوره المستمر. وهذه فرصة إلى أن نتذكر بكل هذا الحب. وكما أشكر صديقنا العزيز أبو فهد الشاعر المبدع علي عبد الله خليفة، الذي كان الدينامو في هذا المركز، كما أشكر كل من يعني ظل حوله ومن يساعد في هذه المهمة، وآخرهم فرحهم كثير في هذا المقام، يصعب لي أصعب أن أعددهم، كثيرون آخرهم الأخ بسمة التي هي دينامو، طبعا وكثيرين، وأخونا مبارك العقوي، والله كثيرون حقيقة. وعلي عبد الله خليفة كما نعرفه منذ يعني 50 سنة رفيقا في هذا الدرب، أنه يجمع كل المحبين حوله حقيقة، يعني شخصية محببة جدا وتحب وتحب. لذلك أنا أشكره وأشكركم جميعا، وأنتهي ممكن بقراءة نص واحد من نصوصي التي يمكن اللي يأخذ الأعمال الكاملة لن يجدها في هذه الأعمال، لأنها لا أعرف كيف تسللت من بين شعري فلم تطبع في الأعمال الكاملة. لذلك سأقدمها لكم، بعضكم سمعها أكيد، مكتوبة هي من زمان وموجودة في أحد دواويني، لكن لا أعرف كيف لم توجد في الأعمال الكاملة، ولذلك لم أسميها الأعمال الكاملة، أسميها الأعمال الناقصة. القصيدة هذه أنا مسرحها كان، وإذا راح تشوفها هي قصيدة قريبة من المسرح والقصة وكذا، كان في قهوة نسميها مقهى في شارع باب البحرين، ويعرف دكتور عبد الحميد جيدا لأنه كان
خلف الناصية التي تقابلنا فيها أول ما تقابلنا عند هذا المحل التجاري، وكنا نلتقي عددا من الأدباء في على هذه الناصية، حيث التقيت أول مرة أيضا بالشاعر الكبير أستاذنا إبراهيم العريب، كما التقيت بجميع الأدباء على هذه الناصية. كان هذا المقهى يجتمع فيه الكثير من المثقفين والشعراء المعروفين، ويجلسون هناك ويتبادلون الحديث، وكنت أنا أحيانا أجلس بينهم. لذلك ستجدون إشارات وربما بعض العبارات أو أبيات لبعض هؤلاء الشعراء، وقد أطلقت عليهم اسم العشاق. أرى نفسي جيدا. اسم القصيدة الخروج من دائرة الإغماء. هي في ثلاث مقاطع تتناقص. المقطع الأول شوي طويل، الثاني أقصر، والثالث ومضة سريعة. ذاكرتي مثقلة بهموم الأمس. كان الوقت مساء، والمقهى كالعادة مزدحم بذوي الأحداق الحجرية والعاهات المزمنة وأرتال اللوطيين الغرباء وبعض القرويين المربدة أوجههم من لفح الشمس، والنادل في صخب المقهى يغدو ويروح كرقاص الساعة، والعشاق القدماء أماكنهم خالية في الركن. لماذا يهرم وجه العصر ولا يهرم وجه العشاق؟ كانت عينا أحد كلاب الصيد تجوسان مقاعدهم، بضعة عمال ينتثرون هنا وهناك، وحافلة تذرع صمت الشارع، والنادل في صخب المقهى يغدو ويروح كرقاص الساعة. أسند منصور إلى ظهر المقعد كتفيه، اتكى على مرفقه الأيسر واستسلم للحلم قليلا. كان الفصل خريفا، والريح الغربية لم تترك في الشجر الواقف إلا بضع وريقات تترنح. هل كان الفصل خريفا حقا؟ هل كان الوقت مساء؟ لا يفصلني حزن اليوم عن الغد، لن يبعدني الكائن عما سيكون، ولا القرب المستيقظ من حولي عن زمن المستلقي فوق سرير البعد. ويرف على طرف الأهداب الممدودة خيط أخضر يمتد، زمن آخر ينبت تحت القشرة
والجسد الشجري يعيد بناء خلاياه، الشمس تضيء، الغيم يجيء، الأرض تفيء، هل الأشجار تموت؟ هل كان الفصل خريفا حقا؟ هل كان الوقت مساء؟ صخب المقهى، الأحداق الحجرية، أرتال اللوطيين، العمال المفصولون، الأشجار، العشاق، العشاق الجدد القدماء، القرويون، الحافلة، الشارع، منصور يغالبه الإعياء، يفتح عينيه على صوت النادل، هل تشرب شيئا؟ وتجوب الحافلة الشارعة باهتة، كل المرئيات أمام عيوني باهتة، قامات الناس، أصابع كف المرخية أوراق ذابلة، تتراقص كالأشباح، تطول أصابع كف المرخية، يعجز عنها اللمس، ينهض من جوفي نهر لهبي محموم يصعد حتى قمة رأسي، يستيقظ طير في لون اليأس، ينقر صدغي، يبصق في جمجمتي، يتركني فوق المقعد منفوخ الجثة والرأس. مثقلة ذاكرتي بهموم الأمس، وتعود الحافلة تجوب الشارع، والنادل رقاص الساعة يغدو ويروح، ومنصور يراوح بين الحلم وبين الإغماء، والمقهى منتفخ البطن، كلاب الصيد، اللوطيون، الغرباء، والعشاق تناءوا في ذاكرة الليل، ومنصور وحيدا كان يقاتل، يفتح في القلب سماء، ينتشل النجم الآفل في قاع الكأس، منصور سجينا كان ونافذة في أعلى الرأس يفتحها للعشاق القدماء، منصور كئيبا كان، سجينا كان، وحيدا كان، ولكن الأصداء تفتح في القلب سماء، هل كان الفصل خريفا حقا؟ هل كان الوقت مساء؟ مقطع ثاني. ذاكرتي مثقلة بهموم الأمس، ناصية الشارع مطفأة، والدمع رماد محترق بين سراديب النفس، طابور الحزن الواقف يمتد طويلا، أبصره يمتد طويلا، والطرف الناظر يرتد كليلا، والأعين جمر منطفئ ورماد في موقدة الرأس. حزن ممتد كالطابور، حزني ممتد كالطابور، وذاكرتي مقفلة كالحدوة بالحزن، ومثقلة بهموم البارحة الأولى، لكن دمي لا يرتد كليلا، أشعلت دمي في ناصية الشارع فانبجس الماء، وفارقني الإغماء، وتذكرت جميع الأسماء، وحاورت جميع الأسماء، أهلا
من جاء بك الآن إلي وأنت أسير قيودك، أنت أسير سجونك، أنت أسير الوطن الجاثم في أقبية السلطان، من جاء بك الآن؟ فجاسرت، ألغيت كل مواعيد قتلي وجئت. من جاء معك؟ طابور يمتد طويلا، كل العشاق معي، هل تذكرهم؟ هل تذكر؟ ذاكرتي كانت مطفأة، أشعلت دمي في ناصية الشارع، لطخت يدي بالموج الأزرق، فانفتح القلب خليجا، رفت أشرعة ونوارس بيضاء توصل ما بين الأرض وبين الماء. تذكرت جميع الأسماء وحاولت جميع الأسماء، وفارقني الإغماء. أهلا بالصوفي العاشق، كيف حملت الوطن المعشوق معك؟ قد كان المنفى بيتي والسجن خيوط قميصي. أعرف أنك مشتعل بالوطن المعشوق، من يطفئ فيك دمك؟ ثلاثة، عادت ناصية الشارع تنضح بالأنجم والموج وبالغيم الأزرق، عادت ذاكرتي تطفح بالعشاق. وشكرا أيها العشاق. شكرا لشاعرنا الكبير، والآن مع الميثرس أو مع باقية حب كتبها الشاعر أو كتبها الناقد الدكتور عبد القادر فيروح، أرادني أن أرفعها الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي الآن. أما قبل، علوي الهاشمي أبدا يملأ حقول جلساته بعبق حبوه، في زمن يلفه غيهب الأفق، هو الواحد في الكثرة والكثرة في الواحد، طالما تلذذنا من ذائق رأيه الجزل حين يجعل من الكلام المحال ممكنا ومن المستغرق سائغا بأفكاره الخلاقة وبإبداعه المتألق الذي شد إليه المتلقي إعجابا وتقديرا. الآن يتفضل الأستاذ عيسى هجرس الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو ليكرم شاعرنا الكبير الدكتور علوي الهاشمي. Thank you.
وأخيرا وليس آخرا عريف الحفل الأستاذ ياسر عثمان. الآن صورة جماعية مع الشاعر علوي الهاشمي مع إدارة مجلس كانو وكل المحبين. شكرا لك.